أظهر المصادق في الآل هو ابن الإنسان وبنت الإنسان. أظهر مصداق لآل الرجل هو ابنه هو بنته، أظهر مصداق. آل فلان يعني أولاد فلان وزوجاتهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فصل بيني وبين آلي بعلا فقد جفاني. غريب، الروايات دقيقة، كلام النبي كلام الوحي. يقول: حينما تصلي علي صل على آلي بدون وعلا، يعني تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، مو على آل محمد، لأن لازم ما تفصل بين النبي وبين آله بكلمة على، وإنما بواو العطف فقط. من فصل بيني وبين آلي بعلا فقد جفاني. والحديث المعروف: لا تصلوا علي صلاة البتراء. قيل: يا رسول الله، وما الصلاة البتراء؟ قال: أن تصلوا علي ولا تصلوا على أهل بيتي.